أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة كل يوم ثقافة. كيفية استخدام القرفة لخسارة الوزن؟ إن خسارة الوزن غاية الكثيرين من الأشخاص، وهم يبحثون وراءها سالكين شتى الطرق، على الرغم من أن مطبخهم يحتوي على مشروبات طبيعية عشبية لها خواص الحرق والقدرة على إذابة الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن. إن الكثير من راغبي الرشاقة وخسارة الوزن يعلمون أن مشروب القرفة له فوائد عديدة. فوائد القرفة يمكن استغلالها في التخلص من الوزن وحرق الدهون بصورة كبيرة، إلا أن معظمهم لا يعرف كيفية استخدامها أو جرعات تناولها وما هي الطرق المثلى لخسارة الوزن من خلالها. الدكتورة صفاء عمر، أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أكدت خلال حديثها عن القرفة على أنها مشروب عشبي مذهب حارق للدهون، لما له من مواد حارقة ومذيبة لدهون وترهلات الجسم المتراكمة. فبجانب فوائد القرفة التي لا تحصى، فهي بالأخص تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم لتقويته وتدعيمه، وهي مصدر هام للألياف الهامة للجسم وبنائه ولفقدان الوزن، وبالتالي فلها فوائد كثيرة في إنقاص الوزن، حيث تعمل على زيادة معدل الحرق العام للجسم. وتابعت الدكتورة صفاء حديثها مؤكدة على أن للقرفة شروط للقدرة على العمل بشكل صحيح لإنقاص الوزن وخسارة الدهون، ولعل أهم هذه الشروط أن يتم شربها على معدة خاوية على الريق صباحا، شرط أن تكون دافئة قليلا لا ساخنة، ولا تلهب المعدة أو تؤذيها وتسبب لها الحموضة والحرقة، بالإضافة لضرورة غليها قليلا وإضافة ملعقة صغيرة على كوكب مياه كامل، ولا يكتمل عملها إلا بإضافة بعض قطرات الزنجبيل ما مقداره نصف ملعقة منه ناعما مع شربها مرة واحدة يوميا، ليخسر الشخص بعد مرور شهر ما لا يقل عن 3 إلى 5 كيلوغرام. وأشارت أخصائية السمنة والنحافة بضرورة أن تحتوي وجبة واحدة يوميا خلال هذا الشهر على نصف ملعقة من الزنجبيل أو شريحتين من الزنجبيل الطري، بالإضافة إلى ملعقة ممسوحة من القرفة أو عود كامل من القرفة الجافة، لتكتمل وظيفتها للتخلص من الدهون. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك وشارك الفيديو، ولا تجعل المعلومة تقف عندك.